الأجمل والأجمل يا أستاذة لطيفة، النهاردة شعرت بالفخر بشكل غير عادي لما فاجئوني زمايلنا إن هم سجلوا البردية اللي احنا لقيناها داخل أحد التوابيت سجلوه باسم وزيري. قلت لهم ليه؟ قالوا ما ننساش إن البرديات اللي اكتشفت من 100 سنة وأكتر كانت بتسمى بأسماء الأجانب زي بردية هاريس، بردية إبرز، بردية تورين على حسب. فالحمد لله تم الكشف عن بردية لم يتم الكشف عنها منذ أكثر من 100 عام. بنتكلم بردية بترجع برضو للعصر المتأخر 2500 سنة تقريبا. البردية بعتناها على طول للمتحف المصري في التحرير داخل المعمل الترميم عشان تتعقم وتترطب وتتفتح. اتفتح جزء منها بسيط، أغلب الظن هتحتوي على فصول من كتاب الموتى، والبردية زمايلنا قالوا المتوقع انها اكتر من 9 متر. لك ان تتخيلي انه على مدار 100 سنة اللي عدت كنا بنلاقي قصصات البردي، قصصات يعني حتت لا تتعدى سنتيمترات، ولكن عشان نلاقي بردية 9 متر وبتتكلم ان شاء الله عن كتاب كتاب الموتى، لا لا دي حاجة اعجاز انها تمت بايادي مصرية خالصة. الكشف بتاع النهارده لو هقسمه لثلاثه، بتكلم على التوابيت الخشبيه الحمد لله تم اختيارها للمتحف المصري الكبير ووصلت بسلام الله للمتحف المصري الكبير. اما ادوات الزينه فالمتحف القومي للحضاره المصريه كان عايز اللوحه الاثريه دي تعرض عنه في المتحف القومي للحضاره المصريه، اما المتحف المصري في التحرير فعايز خبيئه التماثيل البرونزيه مع التمثالين الحلوين جدا من خشب المذهب للنائحات او الندابات او اللقمات، عايزهم برضو يعرضوا في المتحف المصري.